الله، شو اخبارك؟ مساك مرتاحين وشلومك؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا الزعل اوجه كثيره، فيها اللي بسبب وفيها اللي بدون سبب، وحتى لو كان في سبب ما توجر عليه الزعل، وبالعكس ما تعرض اعمالك لله سبحانه وتعالى، لانه بينك وبين شخص شحناء. لكن بالمقابل او انه التسامح له أسباب كثيرة، لكن من أعظم أسباب التسامح اللي هو رضا الله عنك ويغفر لك ذنبك. فمهما كان سبب زعلك من الشخص هذا، حط أنه أعظم أسباب الرضا رضا الله سبحانه. فدائم تصالحوا واغفروا زلات بعض، وما تدري بأي لحظة أنت تفارق هالحياة. صلى الله يجعلنا من متسامحين ومتصالحين.